أحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج الرياضي الأسبوعي كوتشنج. بالتأكيد مستمرين وياكم في تسليط الضوء على النجوم الدوليين الذين مثلوا الكرة العراقية خير تمثيل على مستوى الأندية المحلية وكذلك منتخباتنا الوطنية. اليوم ستتعرفون من خلال زميل العزيز أحمد ياسين مراسل البرنامج كوتشنج ومن خلال فقرة سيفي عن ضيف البرنامج لهذا اليوم، فنتابع. شاكر محمود من أهم الركائز الأساسية في كرة القدم العراقية، كيف؟ سنوضح ذلك لاحقا بعد أن نسرد تاريخ شاكر محمود. هو من مواليد عام 1960، نشأ في مدينة الصدر في بغداد التي تعتبر منجما لاستخراج اللاعبين. موهبة شاكر محمود بدأت تدريجيا بين الفرق الشعبية حتى وجد نفسه لاعبا في شباب نادي الشرطة، فخاض معه موسم دوري الشباب في العام 77. وفي تلك الفترة كان شاكر محمود موهبة شابة لديها حظوظا كبيرة، مما جعله مكسبا حقيقيا لمنتخب العراق المدرسي، ليتم بعدها دعوته من قبل المدرب محمد الشيخلي لصفوف فريق الصناعة في موسم 79. في هذا العام عاش شاكر محمود أحلى أيامه عندما وجهت له الدعوة لمنتخب الشباب، فشارك في بطولة آسيا للشباب والتي فاز بلقبها العراق، ولعب مع منتخب الشباب أيضا في بطولة كأس فلسطين التي فاز بلقبها شباب العراق. بعد كل هذا بالتأكيد يجب أن تأتي الفرصة الذهبية لشاكر محمود، مفادها أن عم بابا يستدعي شاكر محمود لصفوف المنتخب الوطني أواخر عام 83، فتماطرت عليه المشاركات الدولية ومنها دورة لوس أنجلوس الأولمبية وكأس الخليج السابعة وكأس العرب وتصفيات كأس العالم التي تأهل من خلالها المنتخب الوطني إلى كأس العالم في المكسيك عام 86. وشاكر محمود اجتاح جميع تلك المشاركات بجدارة واستحقاق، وهذا يؤكد بالفعل أن شاكر محمود هو أحد الركائز الأساسية في كرة القدم العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. شاكر محمود مهمته الدولية انتهت في عام 90، والذي لعب 48 مباراة. نوعية اللاعب الممتازة جعلته تحت رادارات أندية جماهيرية كبيرة، منها الرشيد والقوة الجوية والشرطة في ذلك الزمان، فلعب لها بتفان وإخلاص. شاكر محمود أنهى مسيرته كلاعب في موسم 96-97 واتجه إلى عالم التدريب، فدرب زاخو والكهرباء والشرطة والنفط، وعمل أيضا كمساعد لمدرب المنتخب الوطني مع المدرب باسم قاسم في بطولة الخليج الأخيرة. لبرنامج كوتشنج أحمد ياسين، العراقية الرياضية. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام. اتضحت ملامح ضيف كوتشنج لهذا الأسبوع النجم الدولي السابق والمدرب الحالي شاكر محمود، حياك الله كابتن. حياك الله وتحياتي لك وللأخ التقرير الأخ أحمد، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة، وتحياتي وتقدير واحترام لكل العاملين على هذا البرنامج اللي بصراحة بدأ يشق طريقة بنجاح. أتمنىكم موفقين إن شاء الله. شكرا كابتن لنا ولكم. سيفي عامر، نعم. منذ كان شاكر محمود في الخطوات الأولى كلاعب محلي ثم لاعب لمنتخباتنا الوطنية، الجيل الوحيد اللي جيل عام 86 من شارك في كأس العالم وهي شاركة الوحيدة للعراق، وصولا إلى الولوج والدخول في معترك صعب وهو مجال التدريب. بالتأكيد هذه المحطات هي تضاف خبرة تدريبية، خبرة تراكمية لشاكر محمود في هذا المجال. ربما شاكر محمود كان يطمح أن يكون سيفي آخر أو محطة أخرى تضاف لشاكر محمود، هل هناك أمنية لم تتحقق لغاية الآن في هذا السيفي؟ وبصراحة بصراحة كنت من النفس أن نكمل المسيرة مع أخواني الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، مثل ما شاركنا كلاعبين في كأس العالم أن نتوج بصعودنا مرة ثانية بكأس العالم كلاعبين ومدربين، حتى في بطولات الخليج اللي أحرزناها سابقا كنا نمي النفس أن نحرز بطولة الخليج اللي صارت بالكويت، لكن سوء طالع في ضربات الجزاء، فهالأمنيتين ما تحققت عندنا، لكن أمنيات إن شاء الله القلبية اللي راح يجون بعدنا أن يفرحون هذا الشعب بصعودهم لكأس العالم مرة ثانية إن شاء الله.
بصراحة الكل يعلم شاكر محمود هذه الشخصية المحبوبة اللطيفة القريبة من القلب القريبة من البعض، وليس مجاملة أو منة، لكن هذه حقيقة من يعرف شاكر محمود عن قرب سيتحدث بكل هذه الجزئيات أو كل هذه التفاصيل، ليس مجاملة. لكن شاكر محمود عودنا على الصراحة في أغلب الأحيان، ومن هذه الصراحة هل كان يتوقع يوم من الأيام شاكر محمود أن يصل إلى ما وصل إليه الآن؟ هل كان لديه أمنية أن يرتدي فانة المنتخب الوطني أو فانة القوة الجوية وتحققت هذه الأمنية؟ طبعا الأمانة تجي هي مو بالكلام وإنما بالعمل طبعا. وفي بعض الأحيان واحد يقول لك أنا مثل الحظ ما وقف وياي، لا، الحظ ما يجي للإنسان النايم أو المتكاسل. صح. اجتهادك وتضحيتك وولائك ودوافعك لتوصل للمنتخب الوطني، يعني احنا من كنا في مدينة الصدر اللي هي تعتبر منجم اللاعبين. صح. بكرة القدم كنا أطفال، احنا نشاهد فلا حسن من يفوت من يمنى مثل رايح للتدريب، أو كاظم معل، أو يعني نجوم لسان يعجز عن ذكرهم. فصار عندنا فدولة أنه لازم نتأثر، فاللاعب بمن يتأثر؟ بأقرب شخص في عائلته. إذا ما في عائلته رياضي، في شخصية في منطقتك. فصار ولوجنا وحبنا لكرة القدم من خلال هاي الأسماء الكبيرة اللي تمنينا نشوفهم حتى قمنا نلعب وياهم أو نلعب ضدهم. فهذا الجيل الإصرار والعزيمة لازم تكون متواجدة. وفي بعض الأحيان هاي الأجيال اللي جت بعدنا أجيال مميزة ما نقص عليها. صح. لكن الصبر ما عتم، الصبر والاجتهاد والنوايا الصادقة بأن تعمل بالعمل مع المدرب. هي مثل في بعض الأحيان لاعب قاعدة يقول لك أنا اعتزلت مثلا. صحيح. أنا على سؤالك، أنا بال 79 جيت للصناعة سنة احتياط بس أتدرب تدريب إضافي إلى أن جت فرصتي في سنة 80 وبديت وشقيت طريقي وليوصل للمنتخب قبل صعوبة أخ فاضل. صح. يعني يشق طريقي مثل هسه، مثل هسه أشوف اللاعب درجة أولى لعب لموسم موسمين الفريق جماهير راح للمنتخب الوطني، وإن شاء الله نتطرق عليها الأمور شلون اللاعب يوصل للمنتخب. فهنا يبدأ اللاعب هو بدوره يعني. فإحنا نقول الحمد لله اللي وصلنا له اللي حصلناه هو حب هاي الناس، انه وشي هذا وسام على هذا رصيد الانسان الحمد لله. شفنا في محط تقدير واحترام لكل باي مكان نروح به، اكو فد ناس يعني تحس تاريخك وتحترم تاريخك، هذا ما نرتاح. اكيد القريب من شاكر يقول تاثر كثيرا بالراحل كاظم معل، كان شاكر يحب يقلده، كان يشوفه نجم، وفعلا هو نجم كروي رحمه الله عليه، رحمة الله. وبالتالي اثر في حتى في تصرفات شاكر محمود. نعم، حتى كان يعني انا ما لعبت قريب عليه، هو درب بالجويه بالشباب، لكن انا كستايل لاعب وهداف شباب اسيا كاظم معل وبمنطقتي دائما يروح ويجي، فتاثرت بي. يعني قلت لك لعبت بالصناعه واعتزلت بالمنتخب، انا ارتديت رقمه اللي هو 16. فكانت بعض الملاحظات من يشوفك يقول لك ايش يسوي. والزين بجيلنا 86 او الثمانيات نقول نستمع. صحيح. نستمع من الصديق، نستمع من واحد اكبر منك، من رياضي، من مدرب، فكنا نستمع. فالنصيحه هي لك لفائتك. فهم نقول للمات الله يرحمه واللي عايش نقول الله يعطيك الصحه والعافيه. استفادينا لان كانوا مو بس مدربين. صحيح. كانوا ابائنا واخواننا. حلو. هذا السي في بالتاكيد لربما البعض اللي يعرف عن شاكر محمود يعلم اركان محمود حسن محمود، لكن هل هناك شخص مؤثر في العائله هو من دفع بشاكر محمود ان يكون ايضا لاعب دولي، ساعده بأن يكون لاعب محلي مع الأندية المحلية ناجح وصولا إلى منتخباتنا الوطنية؟ أقرب شخص لي كان هو خالي فاضل عجيل، كان لاعب أحد المؤسسات، لعب مع المرحوم بشار رشيد فترة، فكنت أحمل الجنطة مالته وأروح وياه وأشوف الأجواء الجماهيرية بالفرق الشعبية. فزرع بي هاي. حلو. إخواني لاعبين، يعني عندك إحسان لعب نادي الرشيد. نعم. حسن لعب نادي الشباب و ومصطفى لاعب منتخب شباب، واركان معروف لعب بالشرطه. نعم. حسين اخويا سمو مدير محل سياحه ايضا لعب بنادي الامانه، فكلهم كانوا لاعبين. لكن يحز بنفسي على مصطفى واركان، كان كنت اتوقع لهم مستقبل كبير، لكن هم يتحملون ما وصلوا اليه. نعم. نعم. هذا في اخوانك الله يحفظهم كلهم. نعم. بلا شك هم نجوم في كل الأماكن اللي يمثلوها، لكن عائلياً من أولاد شاكر محمود هل هناك طموح لدى أولاد شاكر يكونون قريبين من شاكر، قريبين من عمامهم؟ لما لا، وهو طموح مشروع لأي شاب الآن في. نعم. في هذا المعترك وفي هذا أولادي المعترك. الكبير أحمد وقيصر وعلي. نعم. الله يحفظه. أحمد من اللاعبين اللي كنت هم أتوقع له، لكن ما عنده رغبة. الرغبة إذا ما عندك كل هذه العائلة الرياضية وما عنده رغبة يعني. ما عنده رغبة يعني هسه شوفه راح نشوفه رحلة فرق شعبية يلعب خماسي بمميزات حلوة، لكن ما أقدر أضغط عليه أقول له أحمد وصير لاعب.
يعني أو بين قوسين أشافها بعمر كان لاعب جيد بس المزاجية مزاجية تقتل طموحك وتقتل فأتوقع بابني علي الصغير اللي لقبوه نيمار أتوقع يصير لاعب جيد. وين بدأ يلعب بالأكاديميات اليمنى وحتى وديت للمواليد يعني أحد المنتخبات الناشئين وهذا فقالوا ناعم فيراد أكبر يعني أحد المدربين قال لي حاول تسويه 2004 2005 فتألمت عليه هو حتى من طلعنا من الساحة ما تدري بظل يبكي خطيه قلت لي يا بهاي مواليد يردوا منك كنت عمرك ما يوالم فإن شاء الله يتدرج بالفرق الدرجة الأولى شباب إن شاء الله إن شاء الله بإذن تعالى الله هناك معلومة يقول شاكر رحمه تأثر كثيرا بقطاع 19 هذا القطاع اللي شهد ولادة النجم الكروي شاكر رحمه كنت تحدث عن هذا الموضوع طبعا أنا من سكنة قطاع 18 في مدينة الصدر ايضا كانوا كوكب من اللاعبين اللي كلهم بالمؤسسات جميل حنون لعب الزوراء حسن حمود رسن حمود يعني لاعبين هواي قصي كانوا يعني حتى اذا اشوفه قاعد بالكافتيريا بالمنطقتك بالتسعه يجرك من اذانك لا تبقى لي اروح يعني ليش قلت لك بدا حديثنا ناس ربتك اكثر من عائلتك يعني المجتمع نبات عم يربي نعم فذولا كلهم كبار مؤسسات فريقنا انتقلت الى مركز شباب الثوره او قطعه 19 اللي مع زميلي كريم هادي الاسمر اذا تذكره نجم كره عندنا مجد حبيب كريم مطار عدنان بدر ذول اللي جاء لعبت وياهم فصارت نشئتي القويه وقلبي مات مثل ما يقول بهذا الفريق بسبب الفرق الشعبيه وراح نتطرق لها الفرق الشعبيه انا ذاك بالسبعينات والثمانينات هي كانت يمكن نقطه مهمه بنشئه اللاعب عكس ما تشوف هسه خماسي 6 ب 6 7 ب 7 اللاعب ما ياخذ حريته بالتصرف عكس ما كانت فرق شعبيه تلعب 11 ب11 تعرف الاوفسايد تعرف الظهير شلون يصعد فهاي الى هذا فعلاقاتنا الاجتماعيه هي انبنت بقطاع 19 ورئيس فريقنا الله يرحمه اللي هو جاب احرج كان على عكازه وبعدين على عربانه لكن يتكلم ويانا بثقافه ننحني له نعم هسه اللاعب من تحكي يعني يبو عليك مثلا طرف عينه هاي يعني فرق وهذا رئيس فريق الشعبي واحنا مره ناطق هاشم الله يرحمه جبنا طلبناه بلعبه فشوط اول خسرانين فضل يحكي علينا والله مشينا راسنا مدنقيل لو عنده الصوره نسيت اجيبها فهنا هذول النشاه تبدا من الاساس من الفرق الشعبيه ومراكز الشباب طبعا نتمنى تعود هاي نتمنى والله الكل يتمنى ذلك هاي هي الانطلاقه الحقيقيه لنجم كروي هو في هذا يا ربي ان شاء الله يبقى هذا السيفي الله يخليك ومحطات مقبله في شاكر محمود هذا المشوار الرائع في مجال التدريب الان وهو موضوع جدا مهم وصعب سنتحدث في فقره دوري نعم مشاهدي الكرام بعد ما تعرفتوا على ضيف كوتشنج لهذا الاسبوع وتعرفنا عن سيفي لشاكر محمود وهو سيفي عامر هناك فقره دورينا بعد الفاصل حيكم مرة أخرى وضيف كوتشنج المدرب في مجال كرة القدم شاكر محمود جد الترحيب بك كابتن نتحدث عن دورينا يعني هذا الدوري الكل يطمح أن يكون مثاليا قويا رائعا وفنيا جيدا الكل يعلم إفرازات هذا ومخرجات هذا الدوري هي أكيد على مستوى المنتخبات الوطنية وبالتحديد المنتخبين الوطني والأولمبي كيف ترى الدوري لغاية الآن؟ الدوري يمكن من 2003 لحد الآن ما يلبي طموح لا الشارع ولا المسؤولين عليه وأسباب كثيرة وإذا نطرق عليها لأن أنا كنت مهي نفسي من قلت لي الدوري سابقا يختلف عن هسه الدوري بهواي أمور فالدوري ذا ينجح بالمنظومة المنظومة هي خمس نقاط نقول نبدأ من المدرب والإدارة واللاعبين والجمهور والإعلام هذين الخمس نقاط بالسابق كانت تختلف عن هسه أبدي لك بالمدرب حاليا المدرب فقد الثقة بنفسه من خلال النقد وخلال هذا سبب تعرض للقالب بأي لحظة يعني هذا سبب رئيسي المواهب المدربين نقول الموهوبين اللي يدربون خارج القطار بالخليج تحياتنا لهم اللي يعملون برا هذول سفرهم وابتعادهم عن الكرة أثر كبير على إنتاج لاعبين جيدين حتى الكشافين نعم نعم قبل المدرب مثلا نقول لك يبقى موسم موسمين ثلاثة واثق من قدراته اكمل لك اياها الاداره كانت الاداره هي من تقتنع بالمدرب السيفي وتجيبه عكس هسه اكو ناس بعيده عن الناس هي من تؤثر على الاداره بجلب سين من الناس او صاد من الناس النقطه الثالثه اللاعب في وقتنا واللي قبلنا واللي بعدنا يجي معد اعداد جيد ليش؟ يلعب فرق مدارس يلعب فرق شعبيه يلعب فرق مؤسسات يروح منتخبات تربيه يروح درجه اولى منتخبات عسكريه ايضا
بعدين يجي للدورة درجة أولى، فمن يوصل للمنتخبات الشباب والأولمبي والوطني والعسكري إعداده صح. يعني أخونا باسم قاسم من مرة صراح قال اللاعب جيني ما معد، نص المدربين زعلوا، فعلا ما معد إعداد. يعني كمور صير بالمنتخب صارت ويا راضي وصارت ويا باسم، اللاعب لين ما متأسس صح، هذا اللي أقول لك عليه. النقطة الثالثة يعني مربوطة بسؤالك الجماهير، يعني قبل الجماهير من يلعبون الزراوة والجوية شرطة وطلبة ملعبين مني، بس من تخلص المباراة ويطلعون شوف كلهم واحد قريب على الأخ ويسولفون الجمهور عكس من دي شوف أسبت الفريقين دي يلعبون أحد الفريقين سب وشتم على الفريق البعيد اللي هو ما موجود بالملعب. هاي نقلة في الثقافة لهذا الجيل الجديد، لازم نوقف عند حده. هاي يعني صارت فتنة صح. أيضا الفيس إلى دور كبير كابتن بتمجيد وتفعيل للمدرب ومن تسقيط التواصل الاجتماعي. نعم يعني إحنا هاي النقاط الخمسة نقدر نحلها إذا الناس اتحدت كرياضيين وكخبراء وأكاديميين، سهولة جدا، القاعدة موجودة ولاعبين موجود، بس نحتاج تخطيط. فنتوقع من دورينا إن شاء الله ما نقول هذا الموسم، نفس الشيء تأجيلات الأثر طبعا نسيت أقول لك التأجيلات قتل الطموح الدوري. يعني لعبة بوليفيا صح لعبة ودية تأجل الدوري فالدورين بي ودوري كاس أمشي كان مفروض أمشي للدوري إلا اللي عنده خمسة ستة أجل لعباته، لأن أكو أندية ما عنده، أكو أندية بيها لاعب أو لاعبين، هذا التأجيل. النقطة الثانية الاحتراف، الاحتراف سبب هلاك الكرة العراقية. إحنا الاحتراف بالعراق عندنا مثل الديكور ثابت في البيت أخفاضك، يعني الديكور ثابت صح. إحنا عندنا الديكور بالعراق ثابت، شنو ورقة بين اللاعب والإدارة والمدرب فقط. الاحتراف هي شلون أقول لك تهذيب تغيير تثقيف تصليح يعني. تثقيف يعني هواي تغيير سلوك نعم. هذا الاحتراف بثوابت إحنا اللاعب يجي أيضا اللاعبين المحترفين دي يجونه ما شفت لاعب إجا وسوى فد فارق بالفريق نعم. لاعب يا اما ارتكاز يا اما مدافع يمين او يسار ما شفت واحد صار هداف دوري نعم. صار كم سنه من اجى الاحتراف صح. فهذا الاحتراف قتل بعض اللاعبين الشباب اللي عندنا، وهذا لازم يوقفون عند حدها ويسوون لاعب او لاعبين او بالمستقبل اتمنى تروح نهائي نعم. هذا ما اتمنى ان شاء الله ان شاء. نبقى في دورينا وابقى نعم. في جيلكم هذا الجيل الذهبي والجيل الحالي، نتحدث بصراحه عن الوحده التدريبيه، احنا موضوعنا الدوري نعم. مخرجات الوحده التدريبيه الكل يعلم هناك ساعة هناك ساعة ونص وهناك ساعتين للوحدة نعم. التدريبية، شو اللي اختلف كابتن؟ هو الوقت نفسه، العلم اتطور الآن، علم التدريب بعلوم أخرى مساندة لهذا العلم نعم. اختلف هل هو الفكر التدريبي للمدرب أم الفروق الفردية بين اللاعبين؟ أنا من وجهة نظري المدربين كانوا ليس بتلك الكفاءة العالية جدا حاليا لو سابقا نعم. لكن تحس بي أنت من تجي للتدريب تحس المدرب مالك صديقك نعم. وانت داخل التمرين نعم. لكن من نفس اللحظات انه نوبات مدربك لازم تبيز، يعني من يجي اللاعب نوعيه او ثقافه اللاعب نعم. يعني من يجي المدرب احنا حتى اذا ما يملك تلك الامكانيه القويه لكن حسبي قريب علينا. يعني مره من المرات عامر جميل اتمرن مثلا شاف عندي ضعف عام يتغير بوجهي نعم. اخذني بسيارته سوى لي تحليل عام، ويعني هيك يعني هاي نعم. تنقل فد حاله انه المدرب اب لك نعم. الموهبه اللاعبين تختلف عن هسه نعم. اللاعب كان يعني هسه احنا ذات تصفن هسه بالدوري تقول اعطيني فد اربع لاعبين او خمسه موهوبين نعم. انطيك لاعبين جيدين نعم. بس ما اعطيك موهوبين صحيح. اصحاب الحق قبل اكو موجود لاعبين يسمهم اللاعب ارتجالي نعم. اللاعب الارتجالي مو هو المدرب يعطينا اياها، انت ارتجالك وحبك للعبه ولائك نعم. للعبه طبعا. واعتزازك بجمهورك تمتلك الموهبه تمتلك يعني تسوي مو مثل لاعب يمشي مثل 40 ياردة وسدد او دبل كيك نعم. هاي مو المدرب اعطاك اياها اللاعب. فنجي على الوحدة التدريبية، كانت وحدة تدريبية مالتنا طبيعية يمكن يعرفون، احما يمكن كان الكابتن يسويه تهديف على الجول او جولين، هسه لا هسه حمل والشدة وتقيس النبض ماله والسرعة مالته، هاي الامور تطورت، عالم الاحصاء صار مهم صح زين، فاحنا نرجع نقول النشأة هم اللاعبين، احنا نبقى نعاني استاذ فاضل بعد كذا اذا ما نرجع ادوات المدرب داخل الساحة نعم، يعني بال 77 من تلعب اول دوري شباب ذكرتني بها بفضل كابتن واستاذي ومعلمي الاول أصام الشيخ أول دوري شباب بال 77 هذا مرتبط بسؤالك نعم. الشرطة ما عتم شباب عسكريين الفرق كله عتها فرادوا مركز شباب الثورة أن يمثل شباب الشرطة فرحنا بقيادة عصام الشيخ فزنا بأول دوري شباب 77 وين الموضوع لعبة الشرطة وزوراء الساعة بالخمسة احنا بالسنتين نلعب قبل الفريقين نعم. قبل ثلاث ساعات ندخل للملعب نصف الملعب نعم. موجود جمهور نعم. فيصير لك إبداع وحافز طبعا. هي ساعة ونص وتخلص اللعبة. والنقطة الثانية من تجي للمنزع لاعبين الشرطة قدامك نعم. تباوع على العمالقة نعم.
هاي ايضا خلقت خلت اللاعب حافز ان يقدم، صارت له دوافع ان يوصل للنادي الشرطه الاول. فهنا الفروقات. لاعب بالسنين الاخيره لا يزعلون مني انا اخوهم او انا ابوهم، انه يا اخوان اقول لكم انت مدرب نفسك بسهرك بنومك، ويمكن هذا اللغط موجود بكل الوسط الرياضي. عكسنا كانش وقت واحد ينام ايش ياكل ايش يشرب، كانت الروحيه موجوده عندنا، البديل يشجع اللاعب الاساسي. فهاي اعتقد صعبه تصير، الراد نبدا من النشأة. اذا النشأة هذا جرى لا سؤال بانه للفئات العمريه. نعم يعني الان الفئات العمريه بها مشاكل كابتن، مشاكل هوايه ممكن تعالج كابتن ممكن لو هذا صعب الان. والله صار مشاكل استفحال صاروا فتره بحال. انا سعيد بها يعني بالفتره، ومشكورين للمسؤولين اللجان الفنيه وبالاتحاد او الفئات العمريه انه نقضى على عمليه التزوير، لان التزوير هي بصراحه اذت العالم. يعني حتى بعض الدول تعرفنا كانت احنا مزورين، بس يقول لك هو هذا يضر نفسه يضر بلده ما يضرنا. هسه قلت ان شاء الله بالسنين الجايه نقول كون نقضى عليها نهائيا. اروح يعني فيصل عزيز مثلا خسر بطولتين بس شهدت عد فريق 4 لاعبين اتوقع لهم مستقبل باهر، هذا اللي نريده احنا. فالفئات العمريه تحتاج نوعيه مدربين. مره سالوا بيكنباور قالوا له الكره الالمانيه ما تنحدر ليش ما تنزل؟ قال لي احنا خيره لاعبيننا الدوليين من يعتزل كره القدم نعطيه فئات العمريه حتى هذا الشبل يباوع على هذا الاسم الكبير ويتقيد باخلاقه بتصرفاته بتدريبه. هذا الفرق عندنا، ما يصير من هب ودب اخذ شهاده شهادتين وصار مدرب. اذا نصل الى حقيقه صعب تغيير الواقع. اي صعب في ظل هذه الظروف. نعم صعب ما جامل يعني. نعم اذا نبقى في الدوري كابتن. نعم يعني في الدوري السابق كان مثلا نجوم كثر، يعني القائمه تطول، شاكر محمود، احمد راضي، رحمه الله عليه ناطق هاشم، اسماعيل وغانم بالأندية، كل الأندية، عماد هاشم، عامر عبد الوهاب، زورا بها مواهب الشرطة، هاي القوائم. يعني مخرجات الدوري الماضي اللي كان يتمتع من يحضر إلى ملعب الشعب أو إلى ملعب الكشافة، هذا الملعب العتيق في بغداد، وصولا الآن ذكرت قبل قليل قلت لي يعني ممكن أن أعطيك 4 لاعبين جيدين بس ما أقدر أعطيك مواهب. نصل إلى حقيقة هذا الدوري أو الدور ما بعد 2003 غير قادر على صناعة نجوم مثل هذه النجوم اللي ذكرتها قبل قليل. صعبة نصنع. صعبة. رغم أن نمتلك الموهبة والقاعدة، نمتلك حتى احنا محسودين بقية الدول على عدد اللاعبين اللي عندنا. المشكلة عندنا المواهب، احنا نقول موهبة بس انا الموهبة اريد بالمنتخب الوطني. يعني احنا عونا على مثلا حسين علي، يعني صار لاعب لكن شوف هالفترة هبط مستوى ما اعرف شنو السبب. فالموهبة يبقى لازم مستمر بعطائه. فقبل قلت لك احنا كانوا نوعية المدربين او الكشافين. آمر جميل، محمد الشيخ، لي عصام الشيخ، داود العزاوي من الكارف، الله يرحم حجر رشيد، الله يطيل الصحه والعافيه. نصره ناصر بالضبط. كانوا يبحثون عن الفئات العمريه. هسه احنا ليش نبعدها؟ انا ما اروح دوري النخبه، اروح نبات لعبات درجه الاولى، واروح بطولات مال ناشئين، اخوي يدرب حسن شباب الناشئين، فاروح اشوف لعبات استمتع، اكو لاعبين بس من اباوع المدرجات فارغه. ليش ما اجيب كشافين؟ اجيب ذول الاجيال السابقه حتى من جيل 2007 اخوانا، اجيبهم اخليهم يابتهم اليوم تروح على ناشئين الشرطه وناشئين الطلبه مثلا. شوفوا لنا فد 4 لاعبين احنا نعرف اللاعب. فباوع اتالم. هسه انا قبل فتره كنت بالصغير حضرت بطوله نهائيه، فانا ومهدي عبد الصاحب وعلى عبد القادر، يعني انبهرنا بلاعب. انا اخذت اسمه هسه، اريد بس يجي يصير مجال للفرق درجه اولى ادز عليه. يعني لاعب ساحه ترابيه ومو يعني مو صالح للعب. سرعه، اجتيازه، شوت، دبل، يعني كل الصفات فيه. هذا خط اسمه يعني من دول العالم، هم صدفه مختارين احسن لاعب بالبطوله. فاكو مواهب بالمحافظات. ومواهب عندنا ببغداد، بس جيب اللي يسقلها واللي يعطيها ثقه للمستقبل. هذا اللي اقول لك عنه. حلو. ذكرنا قبل قليل وتحدثنا والحديث معك ممتع كابتن، الثقافه مطلوبه للمدرب، ثقافه. عامه، ثقافه رياضيه، وصولا الى الثقافه في مجال الدخول وتطوير قابليه المدرب من خلال الدورات التدريبيه التطويريه، نبدا من سي وبي واي وصولا الى برو. كل هذا الخزين يمتلكه شاكر ويمتلكه غير شاكر محمود، ما حفظ الاسماء والالقاب، لكن وبغصه هذه الاسماء لربما متروكه على جنب، والاتحاد يختار بمسميات تكاد تكون 4 أشخاص إلى 5 هم من يستلمون قياده المنتخبات الوطنيه. انا قبل ما اجيبك على سؤالك، انا ابقى واقول التدريب موهبه،
مثل ما اللاعب موهبه، مثل ما الاداري موهوب بعمله، فالتدريب موهبه. اعرف مدربين هسه اخواننا بالدوري العراقي سي ما عنده، لكن احرز دوري واحرز كاس. هذا الفرق. والسي والبي والاي هواي صارت عندنا. يعني يمكن اكثر بلد بمدربين احنا العراق، لكن النوعيه الجيده وينهم؟ وانا سماخذ بس اي والبرو المستقبل ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله احاول عليها ان شاء الله. ولكن انا سؤالي وجه للجنه الفنيه انه باختياراتكم للدورات التدريبيه ان تختارون النوعيه وليس الكميه. المفروض هاي 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 اللي اقول عليها. نعم مستمرين ويا كابتن. نعم هناك مجموعه من الاهداف. نعم زميلي العزيز مهند مهدي تحياتنا له، اكيد نوجه له التحيه. مهند دائم تعاون. هناك مجموعه من الاهداف مشاهدينا الكرام خاصه بشاكر محمود، ولنا حديث عن هذه الاهداف فنتابع. خلينا محمد علاوي، حسين سعيد يتركها الى باسل جورجي، باسل باسل ممتازة الى حارس، حارس يتعوى البعيد يضرب مباهيل، جول جول جول، شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، شاكر شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثالثة من المباراة. جول الهدف الثاني في مرمى سوريا، يراد لنا هدف، يراد لنا ثالث ورابع، وتشوفه مرة أخرى شاكر، جول ممتازة، كرة في الوسط، هدفين لمنتخبنا الوطني، مرة أخرى مغرم بها المخرج، طلعها مرتين ثلاثة، جول ممتازة، مدحة هي السبب جول، شاكر ضربة بديعة. من منتخب شباب الاماراتي شاكر محمود، شاكر محمود، وفي حيطه من منتخب شباب الامارات وشاكر ومعه 12 صادق موسى، من راح يلعب شاكر ولا صادق؟ حكم المباراه يقول له العب، انا شايف حكم المباراه يقول له العب من المغرب الشقيق، شاكر بيلعب شاكر هناك خطر عليه، قايل لكم شاكر، شاكر محمود قايل لكم صراحه، يشوت من برا خط ال 18 ولاعب جيد صراحه شاكر، بيعرض هدف التعادل لصالح منتخب شباب. شاكر محمود قائد منتخب العراق بيلعب كرة دي بدي العماد هناك، وهجمه تنقطع مره ثانيه ناحيه شاكر وتصدم، وهدف هدف هدف شاكر محمود يسجله في الدقيقة 42، بيشوط شوطة قوية، وشاكر شاكر محمود هذه عادة ليها بتتشاط وبترجع مرة ثانية قوية. تنقطع أعتقد من خليل ياسين اللي نزل في الشوط الثاني من المباراة بدل من اللاعب محمد حمزة، كرة تنقطع من راضي شنيشل، شاكر محمود، شاكر قوية من شاكر، وجول جول 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 جميل سجل شاكر محمود في الدقيقة الأولى من المباراة في الدقيقة 46، وشاكر محمود بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء ويسجل الهدف الأول لصالح فريق نادي الطيران على يسار حارس المرمى قاسم محمد. هدف جميل سجل شاكر محمود بعد ما أضاع هدف بالشوط الأول من المباراة، وسجل هدف نادي الزوراء الأول في الدقيقة 46 من المباراة، يعني أسرع هدف في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة الأولى، وشاكر محمود نشوفه بالصورة، وهدف لصالح فريق نادي الطيران مقابل لا شيء لصالح الزوراء. شاكر يتقدم، شاكر ويضرب، ممتاز شاكر، شاكر محمود، شاكر محمود يسجل الهدف الأول للفريق العراقي. حياكم الله مشاهدي الكرام، شكرا للزميل العزيز مهند مهدي كابتن. هذه الاهداف ربما الان استرجعت
كثير من الذكريات الجميلة اللي ما زالت عالقة في شاكر محمود، وفي كل هدف كنت تستذكر حادثة قبل الهدف. والله إرادة لها صفنا شوية. شكرا أخ مهند وتحياتنا إله. والله هي أحلى أيام عشناها بصراحة يعني كمجموعة، وهاي نتائجنا كلها كانت تجي من روحيتنا الجماعية بيناتنا. يعني قلت لك بداية حديثنا أنه ليس يكون المدرب ذيك الإمكانية، لكن روح العائلة الواحدة كانت متوفرة عندنا، اللاعب البديل عن اللاعب الأساسي. فالحمد لله كل هاي الأمور اللي أكثر الأهداف، أنا كنت أدرب تدريب وظيفي بعد الوحدة التدريبية على تطوير عملية التسديد من بعيد وبتركيز منذ بدايتي، وحتى من صرت مدرب في بعض الأحيان أحكي لاعب المنتخب اللي عندنا هسه أنه يا بقول لاعب الوسط إيش قد ما تنطي إيش قد ما تقدم إذا ما تمتاز بعملية الشوت والتزيد من بعيدين. هسه الكرة الحديثة بها ضغط عالي جدا مناطق الدفاعية، فالمهاجم راح يكون ما يقدر يستلم، فأنت تكون دائما مواجه الهدف. فهي النوبة تجي موهبة بالتهديف وتجي بالعمل أو التكرار المستمر. ذكرت لاعبي الوسط وتحديدا لاعب الوسط، في لاعب الوسط كان شاكر محمود، باسي جورجيس، إسماعيل محمد، ورحمة الله عليه ناطق هاشم. كيف كان المدرب يختار؟ هل هناك إزعاج؟ هل هناك نظرة حسد للاعب ما عندما يشارك اللاعب؟ أم أنتم كنتوا أخوة وفريق واحد غاية الأولى والأخيرة هو اسم العراق أولا؟ هو هذا مثل ما تفضلت بي، يعني قلت لك كانت دوافعنا إحنا قبل المباراة إنه الفوز لازم، سين أو صاد يلعب ما عندنا هاي الحالة. يعني أنا قلت لك يمكن قبل الحديث أو حكيت أحد أخوان المصورين، قلت له إحنا في مباراة سوريا، يعني أعتقد ناطق هاشم اللي قاعد بهاي المباراة يمكن أتذكر سوالي مساج وطاني في الدافع يسمونه، تعرف أبو حمدية صعد فوق سدد لا توقف لا تدافع خلي باسي جورجيس يدافع، هاي كانت عندنا الروحية. أيضا إسماعيل وأيضا باسي جورجيس، مدرب هاللعبة يحتاج باسي جورجيس وإسماعيل بدوا، أو يحتاج ناطق وباسل أو إسماعيل وشاكر. فهاي كانت ولحد الآن علاقتنا مستمرة أكثر من السابق، يعني إسماعيل أو باسل أو حارس أو علي اللي ومعد جدا مشتاق لهم هسه خارج العراق بقطر. يعني ذاك اليوم شوف الصورة الخليل وحارس، والله دعم بعين اليوم. أيام أيام كلش حلوة في استاد فاضل عشناها، أحلى أيام شبابنا الرياضية. وهسه إحنا مصدومين من الواقع اللي دنعيشه مع الأسف أقول. يعني علاقات متوترة الآن ما بين اللاعبين. ما تعجب يا كابتن. في البعض أكيد. إن شاء الله الله يصلحهم. يعني آخر فقرة أو آخر سؤال في فقرة الدورينا، بالنسبة الكل كان يتوقع أن يكون شاكر محمود باعتبار كانت لديك بصمات بالتعاون مع الأحبة والزملاء والملاك التدريبي الخاص بالمنتخب الوطني. نعم. وكلف المدرب تحياتنا إلى وإيهاب باسم قاسم إشراف القوى الجوية. ما المانع أن يكون كان من المفترض أن يكون شاكر مع باسم قاسم ضمن الجهاز الفني للقوى الجوية؟ أولاً سلام وتحياتي لأبو إيهاب مدرب الكفو وشخصية المحبوبة بصراحة، تحياتي زميلي أيضاً رحيم حميد اللي صار لفترة بالمنتخبات محاضر آسيوي ما يمتاز به من خلق، وأيضاً هاشم خميس الأخ والصديق والمدرب المبدع بصراحة عملنا. لكن طموحنا يعني بصراحة إذا أقول لك يمكن يستغرب الجمهور، إحنا ما عملنا 50% للمنتخب ونتائج نقول مقبولة، كان في نيتنا عمل أكثر. فمن صار في عدة لقاءات أبو إيهاب إنه الكادر أنا وياي الكادر وياي، فقبل ما يتصير تسميته للقوة الجوية أنا ثلاث أندية جتني الحمد لله في محافظات وبالفرات وبغداد، قلت لا أنا شوية أريد أرتاح فأرد أبقى ويا أبو إيهاب مثلا أعمل. فاعتذرت من هالأندية، فباسم اختار زميلي وأخي أحمد خضير هم يأخذ فرصة إن شاء الله بالتدريب والمستقبل قدامه. فبالعكس يومين خبرانه هاشم ودز له سلام ودز لي سلام، فهاي فرص الحياة بعد يعني أكيد. بس أتمنى لهم موفقية ومن كل قلبي ثق بالله إن شاء الله. أكيد متأكدين من هذا الشيء. نعم. وصلنا إلى فقرة المناظر، يعني هاي النظارة بالعامية المناظر هي نظارة تلبس، يعني زميلنا أحمد راح تلبسها الآن في الحلقة كابتن. لربما هناك غصة لدى شاكر محمود، يا ريت تلبسها كابتن زين، غصة موجودة في شاكر اجتماعيا ما زالت هذه الحادثة أو اليوم الأليم أو الأسود ما يفارق ذهن شاكر محمود. تبقى بعدكم الحين اليوم. أنا استاذ فاضل. اجتماعياً هل ذكرك في حادثة أو يوم؟ إحنا رياضيين واجتماعيين. نعم. نينات. ما الشيء اللي وصلنا له ظروف صعبة، يعني الفترة اللي عشناها كانت ظروفنا صعبة جداً، يعني سواء بالرياضة قد شلون أقول لك بالصخر حفرنا بالصخر يلا قدرنا نوصل. نعم. اللي يغص بنفسي وما أنساها موقفين، الأول هو في بطولة الخليج التاسعة في السعودية اللي أحرز بها منتخبنا الوطني، أنا ابتعدت قبل أسبوعين بسبب إجراء عملية الكارتليج من خلال الدوري العراقي، تعرف كان دوري العراقي قوي وهذا، فتعرضت لعملية ابتعدت عن المنتخب. هاي كنت
لان انا مشترك بالخليج السابعه واحرزناها. نعم. كنت من نفس ان اروح بالتاسعه فالاصابه هي يعني. الاصابه من عدني ظلت يعني شلون بداخله. صحيح. والنقطه الثانيه اللي انا كانسان يمكن اخواني القريبين علي بالمجتمع انسان بسيط ما اعرف انا كنت كنجم او مدرب يعني البساطه هي طبعي والتواضع طبعي. اكثر اهانه حصلتها بحياتي ما انساها هي يوم حلق رؤوسنا نمره صفر في نادي الرشيد. هاي صوت عندي صدمه يعني كبيره. نعم. من بعد الشيء اللي مأذيني احنا قبل اسبوعين صعدنا لكاس العالم يعني الفرحه بالشارع بعتها موجوده. صحيح. تجي ورا اسبوعين تبدا بالدوري وتخسر مع الزوراء. الزوراء فريق جماهيري فريق. نعم. كبير. نعم. خسرنا بهدف عدنان حمد ضربه راس دقيقه 90. نعم. فامر بزيانة الفريق اكو قسم نمره صفر ونص موس. نعم. فهاي النقطه ظلت ايضا فمن ذكر لحظاتها اتالم يعني هذا مرت بحياتي. اما باقي حياتي الرياضيه الحمد لله عدت على خير مع اخواني المدربين مع زملاء اللاعبين. نعم. الاجتماعيه. نعم. قلت لك هي هاي هم رساله للاعبين وفاه بنتي رسل. نعم. توفت الساعه بالوحده تقريبا الظهر وبالال 3 ونص وبالاربعة لعبتنا نادي الشرطه والكرخ. هاي حكيتها حتى يعرف هذا الجيل. نعم. يعني من نجم اللقاء اريد رساله اوصل رساله طبعا لهذا الجيل. فعفت المرحومه ورحت كملت المباراه كانت مباراه صعبه ملعب الشعب بين الشرطه والكرخ ممتلئ. نعم. فزنا 5-2 قدرت ان اسجل هدف واصنع هدفين ورجعت فهاي ظلت غصه في قلبي رحمه الله عليك. شكرا لك كابتن حبيبي ان شاء الله دائما ايامك بيضاء واكيد يعني عز علي ان نسمع هذه الحاله الاليمه اللي. نعم. وفاه بنتك لكن ان شاء الله البركه في اولادك الباقيين والحياه ايضا لازم ان تستمر. نعم مشاهدينا الكرام هناك فقره يعني ما قبل الاخير وهي فقره من بعد الفاصل في الدقيقه الاولى من المباراه وجد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم. الفقره قبل الاخيره وفقره من مع المدرب والنجم الدولي السابق شاكر محمود. بصراحه من صاحب الفضل على شاكر محمود؟ اولا اني اديم بالفضل والشكر والعرفان لكل من مر يعني دربني يوم او انطاني نصيحه من مدرسنا بالرياضه الابتدائي والمتوسط الاستاذ جليل الله يعطيه الصحه والعافيه من جبهه حرج رئيس فريقنا الشعبي الى عصام الشيخ صاحب الفضل الاول والاخير علي عصام الشيخ اللي هسه موظف في وزاره نادي النفط ومدرب شباب النفط وابتداء بالدرجه الاولى محمد الشيخ اللي هو يعتبر مكتشف النجوم بالضبط يعطيه الصحه نقول الله يرحمه. الله يرحمه بس عامر جميل اللي جاء بعد الله يعطيه الصحه والعافيه عامر جميل مع المنتخبات التربيه والمدرسي وبالقوه جاء من احرزنا دوري ايضا صاحب فضل عليه بعدين وصل للمنتخبات الوطنيه انور جسام استاذي والمرحوم عمو بابا واكرم سلمان هذول الكبار وبالدوري لا انسى الدكتور كاظم الربيعي دربنا في نادي الصناعه وفي الشرطه محمد طبره دربني في نادي الشرطه فهذول انا ممنون منهم اللي ما وصلت وتعلمت منهم الامور الاجتماعيه قبل التدريبيه. حلو. من هم الذين لا يردون النجاح لشاكر محمود بصراحه؟ انا احس البعيدين عني والقريبين عني. ما يردوك النجاح؟ يردون للنجاح. نعم. اللي ما يردون للنجاح يمكن تقول يبالغ الكابتن ما اعتقد 1% يريد شاكر محمود الاذيه او الابتعاد عن المنتخبات او الانديه بالعكس انا اعرف الوجوه اعرف اي مجتمع اقعد به ظهري ولا امامي فالاقي القبول والاحترام والتقدير. من ظلم شاكر محمود رياضيا؟ رياضيا هو مدرب كبير بصراحه افرزته في كاس العالم بس من سوء حظي قبل كاس العالم بشهر تم تغيير ايده اللي عشت يمه اجمل ايام حياتي الرياضيه. صحيح. انطاني ثقه كبيره يعني حتى انا ابن بالهجمه انا اللي ادير دفه المباراه كل مباراتنا الوديه الدوليه في ملعب الشعب وفي خارج ملعب انا كنت لاعب اساسي مهم. تبديت المدرب هذا اسوء قرار اخذته الاداره الرياضيه انا ذاك اسوء قرار. نعم. تبديل المدرب فمن جاء فيرستو كان خائف جدا. نعم. كبطوله عاليه وعلى فكره بطوله كاس العالم 86 ظلت من البطولات اللي ما تنسى بطوله قويه. صح. فبال 86 خلانا الفريق كله كتله دفاعيه احتاج اللاعب الطويل. نعم. ما احتاج اللاعب المهاري مثل كنا نحتاج عماد جاسم. نعم. لاعب جيد كريم. نعم. هادي وميض منير كريم كامل يعني عندنا لاعبين نجوم انا من ضمنهم فريق قال اي واحد قصير ما اريده قسم رجحهم في بغداد. نعم. لكن انا حضر شاف المباراه كنت جيد فاخذني لكن مو باله كانت. نعم. فانصفني في المباراه الاخيره ضد المكسيك
لعبت نصف الساعة الأخيرة وما لعبني في مركزي لأن دخلت فيها بإشكال بأثناء المباراة الأولى والثانية، فلعبني جناح يسار وجاب المرحوم علي حسين لعبه بالوسط، يعرف أنا لعب وسط، فلعب وهم توفقت الحمد لله وأشادوا بي مدربين أنا ذاك، فالحمد لله هذا أكثر مدرب يمكن حسي الظلم عنده. من يمتلك صندوق أو أسرار شاكر محمود اجتماعياً والرياضياً أيضاً؟ والله الزوجة أم أحمد الله يحفظ. رياضياً من يتحدث شاكر محمود بقلب مفتوح له؟ والله يمكن تتعجب أصغر واحد إخواني اللي هو مصطفى محمود. نعم. أنا أتوقع على مستقبل باهر بالتدريب من دفع، أخذ دورتين هسه سي وبي وده شوفه اشتغل بالتاجي وهسه اشتغل بالأسكان من دفع، ودائما يجيمي وأسولف وياه وأنطي، حتى أحيان أنا إيش قصه اللي بالتدريب عنده شغلات حلوة لأن عنده مواقع ويتصل بدكاترة بكرة القدم السعودية والكويت وبإنجلترا، فطموح فدائما أسولف وياه، فأكثر شيء هو قريب علي بهاي الأمور. من هم الدخلاء على الرياضة العراقية تحديدا كرة القدم؟ والله أنا ترفع لهم الرايل على قولت يقول هم من سببوا بتراجع كرتنا للخلف لغاية الآن. لغاية الآن أتمنى إنه الإنسان إذا مو مهنته لا يتقرب لها. إحنا قدر هذول ناس برلمانيين وناس بالسياسة أن يكون ضمن قوائمهم، احتذرنا. أنا بالنسبة لي مو اختصاصي لا سياسة ولا غير أمور إدارة، أنا شغلتي رياضة، بديت بالأخلاق وعملت بالأخلاق واعتزلت بالأخلاق، فظل هدفي أنقل الأجيال تجي نفس ما تعلمت عليه ودربت عليه حتى يجي الجيل جيل مثقف. ابتعدت عن السياسة لأن رغم أن بيها إغراءات مالية ومناصب الحمد لله اكتفيت، أنا قنوع فبقيت في مجال. فنصيحتي لهم أقول لهم أوفوا الرياضة إن شاء الله، ابتعدوا عنها. من هو اللاعب الذي ظلمه شاكر محمود عندما يستدعي قائمة كبيرة من اللاعبين؟ أنا دربت يعني يمكن الأخوان اللي يمكن المام يعرفون تاريخ بالتدريب، بديت بـ 96 مدرب. نعم. ودربت أندية شمالية وفرات وجنوب دربت، بس أحس نفسي أنا ما أظلم لاعب لأن أنا عندي عضو ملكة ثانية. نعم. عندي نظرة باللاعب. نعم. عرفوا أنه هذا اللي يخدمني أو ما يخدمني، فكل مدرب إلى فلسفته وإلى نظرته باللاعب. أحياناً أحس اللاعب اللي ما يوالم فكري أبعده، بس تدري ما نام الليل أقول يمكن ساهمت بقطع رزقه. صح. لكن مهنياً أكو أفضل من يمه. صح. وللأسف هم اللي بعدتهم خلال مسيرتي من ينحون بغير أندية يوقعون، من يطرح اسمي بهذا النادي ردوا لي صاعب صاعين، كانوا يقولوا لي انه كان فلان الافلام هم من وقف ضدك بتدريب هذا النادي، لان انا عندي موقف ويا قديم سابق. بس انا مرتاح الضمير، اللاعب ما يقنعني فما ظلمت احد بحياتي. من هو اللاعب الذي ظلم من جيل شاكر محمود؟ لاعب ظلم من جيل شاكر محمود؟ والله هم يعني من لعبوا وياه بديك الفتره. نعم. اعتقد هو برز ولعب، اعتقد اسماعيل محمد ما اجى ذاك الاعلام ولحد يمكن الناس ناسينه. صح. من هو أبرع لاعبين وسط اجى في هذا المركز بعدنا او في منطقة الوسط. نعم. في منطقة الوسط لاعب على مستوى يعني اللي ما اخذ فرصته، لكن يبقى اسماعيل ذاك اللاعب الخلوق. من هي ابرز سلبيات شاكر محمود؟ الطيبة الزائدة والثقة من الاخرين، يعني يعني للاسف عامل الناس على طبيعتي، يعني هذا دفعت به ثمن، يعني بات واحد شرير تتفاهم وياه بس انا عامله باخلاقي فهذا خطأ. من المدربين اللي ظلم شاكر محمود غير إيفرستو مدرب محلي؟ طبعا هو مدرب كبير وإلا بصماته ومدرب كبير وإن شاء الله يعطيه الصحة والعافية، يمكن هو في الأردن وفي عادل يوسف. ظلم شاكر محمود؟ ظلم، صارت إشكالات ما أريد أطول، يمكن هو هي القصة طويلة. بالعكس الجمهور يسمع. صارت إشكالات مع المرحوم ناطق هاشم حول إقناع فريق عسكري فعلى زيان اللحية وما أعرف شنو، فصار مشكلة فخسرنا مع الزوراء خسارة كبيرة. فمن انتهى الدوري انا اعرف نفسي لاعب مهم بالنادي القوه الجويه، الجمهور يريدني والاداره واللاعبين، فابعد 6 لاعبين انا جو ثاني يوم ثالث يوم يلا اخذ قرار بعد، قال اي واحد قريب على ناطق ما يبقى بالفريق. فاجاني كاظم الشبيب يمكن اسم قطر ويسمعني، فاللي جاني يعني مستحي كاظم ابو عدي ينقل له تحياتي، قال لي ابو كاتبتي رؤى ما شاء الله. قال لي ابو رؤى ترى هيك الموضوع وعادل يوسف بعدك، قلت له جدا طبيعيه. فاجا ورا يومين دقلص عزيز ابو ستيلا يسمعني سوى هاي المجموعه اللي بعتها عادل يوسف وين؟ فريق الخطوط، فريق بامتيازات حلوه. صحيح. قلت بس اروح فعلا راح انحسب على هاي المجموعه. رحت رديت الدين النادي القديم نادي الام نادي الصناعه، والموقف وين الحلو استاذ فاضل؟ ورا اسبوع من رحت النادي الصناعه وقعت طلعت من الباب اجا عادل يوسف لاقاني وجه بوجه ثق بالله،
وقفت سيارتي وجيت عليه تفاوزت وياه وسلمت عليه. قال وين الاداره؟ خطعت وياه بسيارته وديت الاداره وشربنا شاي ولا بينت له اني ضايج او شيء. فبس هذا اللي كان من النفس ان ابقى مع القوه الجويه اكمل موسمين او ثلاثه. فهاي الموقف كان مع القوه الجويه. والبعض من الجمهور الجويه الحالي يمكن ما يعرف شاكر محمود هو من احرز لقب الدوري مع القوه الجويه عام 89 وثاني كاس وثالث بالدوري. نعم. وكانت مجموعه رائعه بصراحه. فواحد اي حلم يلعب للزوراء جويه طلبه شرطه هاي الفرق تبقى. واتمنى من فريق الطلبه ان يعود بهاي الفتره يعود حتى يكون من اقطاب الكره العراقيه وادارته شويه ان تكون داعمه اكثر. لان انا بصراحه يوم مره احكيها يمكن يسمعني على يمكن انا اكثر نادي انظلمت بيه نادي الطلبه. عملت 9 أشهر لا تاخير لا غياب. 6 أشهر عملت 9 يوم غياب ما عندي. وكنت عون لزميلي ايوب المدرب الكبير. لكن طلعت خالي الوفاض من عقدي ما اخذت اي فلس. يعني اي احد يعني راحت لا اشتكيت لا حكيت بفضائيه. بس هاي رساله على واللي وياه بالاداره. انا اقول يعني لا تظلمون احد طبعا. لعن الله الظالم الظالم والقاسي. الله يوقف له. أنا دعيت له قبل أنه طلبة أتمنى يعود الطلبة بجماهير الطيبة الوفية جمهور راغب صراحة. لكن أتمنى لا يأكلون حق أي واحد. من هو صديق الطفولة والذي زام شاكر محمود منذ الطفولة؟ وكان شاكر يتوقع أيضا أن يكون نجم كروي لكن ما حالف الحظ. عندي أنا كريم هادي الأسمر إذا يعرفون جيل. نعم نعم. المهاجم المنتخب الوطني نادي الشباب. وأيضا زميلي كريم مطر افضل مني من كريم هادي. لكن الخدمه العسكريه اخذته وللخل لطفه شويه لطف البرنامج. فمن صعدنا الكاس العالم وانا كنت مسجل هدف بالمطار قابلنا عدي رئيس الاتحاد. فقال لي ها شاكر وشك يحكي. انا 4 سنوات ويا ابو الرشيد او 3 سنوات ما رحت له بشغله انا خجول بطلع ما رحت. قال لي قول. قلت له اتمنى طلب واحد سوله. قال لي قلت له عندي كريم مطر لاعب افضل مني من كريم هذا. انا كان ما ادري واقفين يمه. قال وين تريده؟ للمنتخب للرشيد تعرف فايزين وصاعدين بالمطار. قلت له اريده يرجع للالعاب مالته الفريق الالعاب. قال لي هو وين؟ قلت له بالجبهه. تدري ايش قال لي؟ وهذا المي صحيح. قال لي اجيبه بس انت تروح بمكانه. يعني هذا اي والله يعني هذا بالتاريخ حتى الجمهور اي يعني. فهاي تاثرت على كريم يعني كان لاعب يصير لاعب ما له. وهو لاعبين كانوا في مناطقنا لكن ظروف العسكريه ما خدمتهم. من هو الجار الذي دائما يتذكره شاكر محمود؟ صديقي عباس اللي هسه ابو حيدر هسه قاعد بالقرعات من اهالي منطقه قطاع 18 ورحمن الكردي ويونس الكردي هذول هم يعني ربوا وياي. واذا قالوا لك جد انا كثير المعشر واجتماعي فعندي هواي اخوان وليس اصدقاء. ان شاء الله تبقى هذه المسيره. الحمد لله والشكر. الفقره الاخيره وهي الرايه البيضاء الان. هذه الراية لربما البعض يصف بأنه راية الاستسلام. هل ممكن أن يرفع هذه الراية يوم من أيام شاكر محمود؟ أو فكر في يوم ما نتيجة لظلم معين شاكر محمود فكر بالاستسلام ويرفع الراية ويترك مجال التدريب؟ أنا أم يريدك تصرف آخر يعني هذا الخيار متروك؟ أنا يعني أرفعها مرتين واحدة إلي طبعا. نعم. وترفع الاستسلام لأن ما أقدر يمكن أعيش بهاي الاجواء الحاليه الموجوده الرياضيه. وقلت لك رياضتنا تعبانه. انا ما اجيب الفضائي هنا ومجد فلان ومجد فلان. انا احكي لك اياها بين قوسين اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. صح. احنا كره قدم ما عندنا نحتاج سنين طويله يلا نقدر نلاحق ركب التطور اللي صار بالدول حتى. صح. الدول هاي اللي كانت ما موجوده بالخريطه ومغموره ماليزيا وتايلاند وسنغافوره قام يشتغلون صح. احنا الامارات احنا نحتاج وقت طويل فرد ارفعها لان ما اقدر انا ما اقدر اطلع يوميه فضائي. تعرف انت هذا لقاءك يمكن تشقى صار انت شلعت قلبك انا قريب الخروج على الفضائيات. صحيح. قريب التقرب للعلاقات بالادارات قريب موجود بالاتحاد قريب مبتعد بس محتفظ بتاريخه واسمي وسيفي التدريبي. فرد ترفع الرايه لكن قبل يومين ارسلت اوراقي وسيفي مالي الى احد الدول العربيه عسى والله احصل عقد. بس اتالم اقول انا ليش هذا البلد صح فضل علي وانا خدمته ليش ما ابقى خدمه؟ المفروض. بس يحتاج لي هواي امور مقومات حتى ابقى رفعتها لنفسي. نعم. بس ارفعها بكل رفعه يدي. نعم. اقول لهم انتم اللي جيتوا للرياضه اتركوها وعلى قولته هن بالعاميه عوف الطوب ولاهلها. صحيح. اتمنى اداري مدرب لاعب مشجع اعلامي صحفي اللي مالك شغله كره القدم بالذات
عفوها خل ترجع كرتنا السابق عهدها محبة وحمامة سلام غصب قلب رد احكيها. هذا منا كابتن، هذا اللي اتمناه، وانا اسف خاف يمكن اكو امور ما اقدر احكيها. لا بالعكس، وتحياتي الله يخليك استاذ فاضل. لا بالعكس في هذا الوقت يعني نستنا والكل استمتع من كادر ومن جمهور بالتاكيد. يا رب لك الموفقيه والنجاح المدرب والنجم الدولي السابق شاكر محمود. تحياتي، شكرا لك مره ثانيه. شكرا، شكرا جزيلا مره ثانيه. تحياتي كل الاخوان. شكرا لكم وصول مشاهدينا الكرام ولمبدع حسين البياتي ولكادر عام، والتقى بكم في حلقات اخرى. في امان الله وحفظه.